الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لهديناهم صراطا مستقيما. أول شيء من وسائل الثبات على الدين إنك تعمل بالموعظة، أي موعظة تعمل بها. الثانية التمسك بالقرآن. الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ماذا قال بعدها؟ إنك على صراط مستقيم. وكذلك من وسائل الثبات على الدين، ها يا إخواني، الصحبة الطيبة. قل لمن تصاحب قل لك من أنت. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأخواني، هذه ثلاثة أشياء من أعظم المثبتات على هذا الدين. وأيضا إخواني، المحافظة على الصلوات وأذكار الصباح والمساء، هذه من أعظم المثبتات على هذا الدين.